فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وفي رواية أخرى رواها الخلال: وأن لا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا، كما سبق هذا. نعم. ولا نظهر عليها صليبا، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة، ولا يرفعون على كنائسهم الصليب كما كان ذلك قبل أن يأخذ المسلمون عليهم العهد ويدخلوا تحت ذمة المسلمين. ولا نرفع ولا يرفعون أصواتهم في دعواتهم وصلواتهم. نعم. ولا القراءة في كنائسنا، ولا قراءة كتبهم في الكنائس، يعني يرفعون مكبر صوت ويجهرون بهذا، إنما بصوت خفي فيما بينهم ولا يسمع من الخارج. نعم. فيما يحضره المسلمون. نعم. وأن لا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين، سبق. نعم. وأن لا نخرج باعوثا، والباعوث يخرجون يجتمعون كما يخرج يوم الأضحى والفطر. ولا شعانينا، الباعوث كما شرحه الشيخ بأنهم اجتماع يخرجون له كما يخرج المسلمون لعيد الفطر وعيد الأضحى، فهو مظهر من مظاهر عبادتهم، فلا يعملون هذا في بلاد المسلمين. نعم. ولا شعانينا، الشعانين نوع من تعبداتهم، أو يمكن الله أعلم أنها من خصائص كنائسهم وبيعهم. نعم. ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين، كما سبق. نعم. وأن لا نجاورهم بالخنازير، ولا نبيع الخمور. ولا يجاورون المسلمين بالخنازير، الخنزير حرام بإجماع الملل، ولكن استباحه النصارى خاصة قبحهم الله، لأن النصارى لا يألفون من النجاسات ويعتبرون هذا من العبادة، تلطخ بالنجاسات يعتبرونه من العبادة عندهم، والخنزير هو أنجس النجاسات، نجاسة عينية. والله جل وعلا يقول: أو لحم خنزير فإنه رجس، والرجس معناه النجس، فالخنزير نجس ورجس، فهم يأكلونه، وهذا مما استباحوه، مما حرمه الله عليهم. فنحن إذا عقدنا العهد معهم نتركهم على أكله، لكن لا يظهرونه ولا يؤذون به المسلمين بمجاورتهم به وإظهاره في دكاكينهم أو مطاعمهم. نعم. إلى أن قال: وأن نلزم زينا حيثما كنا، كما سبق. وأن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرط شعر ولا في مراكبهم، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكتني بكناهم، وأن نجز مقادم رؤوسنا، ولا نفرق نواصينا، ونشد الزنانير على أوساطنا. هذا سبق، كله سبق. المصنف رحمه الله ورده من رواية أخرى. نعم. وللإمام ابن القيم رحمه الله كتاب حافل في هذه الأمور اسمه أحكام أهل الذمة، يتكون من مجلدين ضخمين. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: هذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم، وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة، ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيها. هذه الأحكام التي فرضها عمر رضي الله عنه على أهل الكتاب، على أهل الذمة، فرضها على أهل الذمة وألزمهم بها، هذه لا يتسع، يقول الشيخ، لا يتسع المقام لسردها، وهي موجودة في كتب الفقه وموجودة في أحكام أهل الذمة كما ذكرنا الإمام ابن القيم، وموجودة مفردة في كتب، وموجودة مضمنة مع كتب الفقه، فمن في باب عقد الذمة، فمن أراد الاطلاع عليها فليراجعها.